انا جاهز. ايه بقى هي؟ وريني ايه اللي دلوقتي التليفون. وريني مساء الخير. كنا اتكلمنا قبل كده عن حاجات سهلة احنا بنصعبها، دلوقتي انا هتكلم عن حاجات صعبة احنا بنسهلها قوي بنبسطها. يعني تيجي تقول لي يعني انت مش عاجبك حاجات سهلة احنا بنصعبها، مش عاجبك حاجات صعبة احنا بنسهلها، اعمل لك ايه يا بنت امك؟ هقول لك ماليش دعوة، انا بنتقد بس ما عنديش حلول. عارف الناس اللي عندهم اداء اللي هو شيل ولف وفي الهوا ورمي اللي هو ما هي سهلة ايه؟ الناس دي انواع. خلصت من توبة؟ بس مالهاش علاقة بالحلقة. انا عارف بس قلت بس يا اخي. ده لو انت بنت اتخطبت، لو بنت شروشة اتخطبت هم بيحطوا اصلا خاتم هنا؟ اه ايه ده؟ ايه دي روشة؟ ده صعب قوي. تانك انت فاهم؟ ايه ده ايه ده انت مترقعه قوي لان اللي جابتها. عارف ناس اللي واخده اداء اللي هو شيل ولف وارمي اللي هو ما هي سهله اهي؟ الناس اللي انت مثلا تقول لك مثلا والله انا من فتره ما دي متضايق وعندي مشكله في الشغل، خد شنطتك وسافر. طب ايه ستيب 2؟ معيش فلوس. ستيب 2 ايه بقى يا امك؟ يعني اولنا معيش فلوس، سافر انت مش شجره. انا طور، انا طور لافف في ساقيه ولو وقفت هموت من الجوع. اتحرك سافر، روح بالي، روح البانيا. البانيا ما فيهاش فيزا بس فيها طيران وفيها معيش فلوس. يعني معيش فلوس، يعني اكنك عامل رايح الساحل. معيش فلوس اروح الساحل. يا عم دول 10000 جنيه. معيش 10000 جنيه. سيب شغلك وافتح يور اون بزنس كده. سيب شغلك وافتح يور اون بزنس، وقف شغلك خالص، خد جاب يير ما تعملش فيها حاجه. ماشي هتصرف عليا. الناس دي بتبقى بريفليجد قوي. يعني انا بحب اوضح حاجه، انا لو معايا فلوس مش هتوقع الناس كلها معاها نفس الفلوس دي. ودي حاجه اظن ده بيزك حياه. يعني انت ايه اللي معادك في البيت او حاجه؟ جوفيتش. تعالى اقول لك ازاي تلف اوروبا ب 1000 جنيه. الفها ازاي دي؟ يبقى ارفع حبايه بنت حبايه ب 1000 جنيه تففني اوروبا بقى، وقعد ماشي في الشارع اشخ على نفسي انت فاهم، والعيال بتزقني وبتاع بيصوروني، هو ده الشاب وده شبابنا وبتاع، ده حل الوحيد ان الف اوروبا ب 1000 جنيه. انا ما مش عارف الف في الشيخ زايد ب 1000 جنيه اصلا. اجي اجيب لك تيكت طيران ويز اير، هتركب على طبر مش طياره، هتركب على طبر كبير يوديك لغايه ايطاليا. طب وهناك هعمل ايه في ايطاليا؟ لا مش مشكلتي، ويز اير. وبعدين عارف مين مسهل حاجه صعبه قوي؟ زاب ثروت. هو مبسط الراب. انت سمعتها قبل كده تراك لزاب ثروت؟ هو مش حاجه. اديني بيت يا بقى. صحيت النهارده الصبح كلمت امي كانت عامله مسقعه والله العظيم، يعني انا ما بحبش مسقعه قوي. نزلت قابلت صحابي عيال جدعان، لازم صحاب زاب ثروت يبقوا جدعان، انا عايز اقابلهم. عميل عيده يا راجل. عميل عيده وزاب ثروت صحاب قريب باين. وكان قريب مين؟ اقسم بالله العظيم بجد. انا كنت فاكر كنت بهزر. انا هحضر اول يوم عيد معاهم، يعني انا عايز اقعد على ترابيزه واحده بتغدى انا وزاب ثروت واقسقس. احنا لو قاعدين في المكتب هتبقى ماما مفتاحه دي جدا، بس هتنسى الحاجات. ايوه الحاجات تنسى المفتاح. فيلم الزهايمر موجود في المكتب. يعني انت لازم نتكلم على ترابيزه فيها انا اقسقس زاب ثروت. هتقعد محتاج شيخ العادي. شيخ نعمة الله المصري مثلا شايفنا على ترابيزه كويسه. اسافر معاهم دول والله العظيم. ويك اند في بدر، قريه بدر في الساحل. شايفنا قوي هناك. ودوس بيجري على البحر وبيصور. حاجات برضه صعبه الناس مسهلاها، السيلف ديفنس. فيديوهات السيلف ديفنس اللي هي ايوه قوي. اللي هو دلوقتي جه واحد متحرش مسك المعصم، ايه المتحرش العجيب ده؟ ده مين ده؟ يعني ايهاب علي دكتور النادي الاهلي؟ مين المتحرش جاي يمسك غضاريف ده؟ اول حاجه انا بعمل ايدي كده، فاول ما بتشد ايدي لورا المتحرش بيسيح بقى، بيقع انت فاهم على وشه. بعد كده بالصباعين دول كده انا فصلت العنق عن طبله الاذن، وكده انا اتحكمت فيه تحكم كامل. من هنا انا اقدر اخليه يطلب لي اكل. هي سيري كل مستر كوكو. فبتلاقي عيني الناس بتاخد احساس زائف بالامان. فانا دلوقتي لما واحد يطلع عليك يفتشك، باشا انا اهو شبه بيك شو وماجا، لو واحد طلع عليا يفتشني ما 500 جنيه اداله، مش هاخد ريسك انا ان شريط تامول ينكتني بمطوه في كليه تامول. شكرا. لكن مش هتديني احساس امان زائف واعمل له كده واجي اعمل واجي ريكش او استفخني قلم ابن مين على ودني اتنجيت. عارف القلم اللي دغوخك ده يخليك مش عارف تمشي في خط مستقيم؟ يا بهاء هو في ايه؟ يا عم بص على بهاء يا عم. اطلع بره. بدفع قسط والله. قسط ايه؟ ما انت قاعد بره ما بتعملش ادمن. دلوقتي اخر معاد ليه النهارده؟ قسط ايه ده؟ انت مقسط ايه؟ قاعد قاعد بدفع قسط. ان شاء الله يحبسوك يا بهاء والله العظيم مهزورك حتى. طب اقفل. لا خلاص اقفل اقفل. تمام اقفل. ايه يا اخي؟ تونكس محطوط في نوتيلا يا عم. عسل. ده انت
حاجات صعبة الناس مسهلاها، الأمهات والنار. الأمهات بتهزق النار دي. انت شفت أمها قبل كده بتدب إيدها في الفرن بتطلع صينية درجة حرارتها بس 1600 ومسكها عادي، انت فاهم؟ طب الجنة تحت أقدامهم ليه؟ هما يسلكوا في جهنم. مفيش حاجة سخنة عليهم. أنا مش عارف في ده حرام ولا لا، بس خلي دمنا خفيف يعني. نخلي يبقى دمنا خفيف أكتر. أنا معرفش مدى حرمانيته، أنا آسف، بس واقف في حتة. تلاقي ماسكة قاعدة بتقلي الطعمية، ماسكة عايز يا حبيبي الطعمية، ناس كانت طعمية وتلاقي الطعمية بتقلي كلها يا حبيبي، تقعد تحطها في طبق وتقعد تفتحها. يعني لو عملك الساعة 10 الصبح تاكلها الساعة 2 من كتر ما هي سخنة. أسخن من عارف مين ولاد المرة اللي بيعصبوني، اللي هو عندك اكتئاب؟ ها لا يا عم فك كده واضحك. يا ابن اللعيبة ابراهيم يا فقي. انا فعلا حاسس ان الاكتئاب راح يعني من السعاده. وقال له كده شغل له اغنيه دي الواد بقى احسن، وانا مضيع وقتي في الاكتئاب وعايز اموت نفسي وبعمل كاتنج وبتاع، والموضوع ممكن يتحل. شكرا جدا يا ابن والله العظيم. انت غير الجمل اللي بتعصبني يعملوا على الفلوس سهله، صعبه صعبه هي على الفلوس. ايه فين سهله فين؟ يعملوا على الفلوس بسيط مش بسيطه ماشي. انا هي على الفلوس فعلا جدع. اه يعني وبرضه يعني الحمد لله جت في الصاج طبعا، الصحه اهم حاجه وكل حاجه، بس يعني لو بقارن بين خلع في الكتف ونص امامي يعني انت فاهم. اه يعني بس الصحه حلوه الحمد لله رب على نعمه الصحه، بس برضه الفانوس حلو برضه. بعد اول مليون الموضوع سهل قوي، تعال ارجع بقى خطوه المليون جيبه ازاي. والناس بقى اللي بتبسط لك الاكل الهيلثي، اول حاجه الاكل الهيلثي صعب قوي، اساميه صعبه. يعني هو في خضار اسمه اسباراجوس. ايه ده؟ اللي هو اللي شبه السبانخ، اللي هو بيبقى اعواد كده. ده يعني ملوش اسم بالعربي؟ مش بقدونس مثلا؟ مش كرفس؟ لا ليه اسم بس ما اعرفش ايه. الاسباراجوس صوابع السبانخ اظن. صوابع السبانخ دي حاجه موجوده يعني؟ طب ليه ما في اللي هو الاسايي ده الديزرت بقى بتاع الدايت مثلا؟ لا ده عرب كام؟ بكام؟ 150 جنيه. لا انا عامل قلب مفتوح. طيب $350 دي، لا انا عامل قلب مفتوح يعني بتبقى صحتي وحشه ويجي لي القلب وعامل قلب مفتوح ارخص ب $350 دي. والاكل الدايت اصلا غريب، مثلا الشخص اللي يقول لك ايه تصحى 6 الصبح تجري، اول حاجه خلينا نصحى 6 الصبح اجري ان في امين شرطه صاحي 5 وثلث بيدور عليا. انا 6 اصحى اجري، وبعد كده تاخد معلقه كمون بالعسل وتستحمى بميه ساقعه في عز الشتاء. ده يوم مش عايز ابداه. يا رب يا رب اموت وانا نايم. عندنا اصحى 6 الصبح استحمى بميه ساقعه واخد معلقه كمون واعيش بقى واشوف يومي بيقول ايه. لسه يعني لسه اروح الشغل صف زحمه انت فاهم يعني، انا كنت على نفسي ولسه في البيت. تعالى اقول لك ازاي تتمرن في الجيم، موضوع بسيط جدا. في الجيم محتاج ايه؟ دمبلين 10، 4 دنابل 20، جهاز فراشه حسن جبر. معاك موجودين في البيت. شوت اوت لحسن جبر صديقي، حسن جبر انا هو اصحاب جدا، قابلنا بعض كتير. انا ازعم ان هو صديقي يعني. تعالى عم خليك تعمل براونيز في البيت رخيصه بحاجات موجوده في البيت ماشي، دقيق موجود، سكر موجود، نوتيلا ماشي نجيب نشتري، لوتس الاثنين ماشي، امينه شلبايه لو موجوده، وشيك ب $45,000 براونيز عادي من نولا موجوده معانا. احنا كده قلت لك فالناس دي بتعصبني ان هم اللي هم بيبسطوا الحاجات الصعبه. الراجل العسل صديقي وحبيبي مجري. حبيبي 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 ده بيقول لك بيعمل كونتنت بيشجع الشباب، هو بيجيب غير ان هو دلوقتي بيعمل كونتنت كله عباره عن ان هو بيروح مطاعم بياكل كتير. حد لاحظ الموضوع ده؟ يعني خلينا نجرب الجبنه، يروح مجرب الجبنه، خلينا نجرب البسطرمة بعدها مش فاهم. انت شفتي متابعاه؟ لا انا بعمل له فولو سي فيرست يعني. والله العظيم هو مش فاهم اللي بيحصل، هو بيجي له كم فيفورتس. انا بضحك انا راجل عسل. المهم ده بيقول لك ايه؟ بيشجع الشباب، فبيقول لك بيجيب شابين وشابين هم برضه، يعني نفس الشابين هو. بعد كده بيجيب ابوه الشابين والابين الشابين هو. بعد كده بيجيب امين الشابين هو بس لابس اسدال. ايوه طبعا. ماشي؟ وبعد كده يخش يقول ايه الواحد انت هتشتغل؟ يقول لا انا الشغل يجي لغايه عندي. وانت هتشتغل؟ اه انا اقوم اشيل طوب. فبيقوم الولد بيشيل طوب لمده سنه بيركب بي ام دبليو عشان شال طوبه بجنيه. انا مش خبير في الماثماتكس، ما ازعمش ان انا خبير في الماس يعني، بس اتوقع ان انت لو شلت يعني انت لو عندك اتنين، واحد قاعد سنه ما بيعملش حاجه قاعد على طول، واحد قاعد سنه بيشيل طوب ده مش معاه حاجه، راجل ماهوش اي حاجه وقاعد في البيت، وده مع 4900 جنيه ونزل غضروفي. عليك بيهم. اه يعني لو وقعت 100 مره قوم 101. لا غالبا لو وقعت مرتين مش هقوم عامه، ابقى مجلط وتعبان ركبتي وجعاني. ليه اقع 100 مره قوم 101؟ ايه العبط ده؟ ليه؟ وقعت مره من 3 اسابيع لحد دلوقتي ركبتي لحد دلوقتي ما قامتش اصلا. لسه واقعه. سيب نفسك وما ترفعك.
بسيطة. هتفعلني عند خلقني. هذه نفس ما هتفعلني بقى لربنا فوق. يعني بتوع تايتاني كان ما سابوش نفسه. بتوع تايتاني اما تنجمدوا وما غرقوش. يا سيدي. مش حقك عليا. حد فينهم كان خالك مثلا. انت اللي قاعد محروقة بتوع تايتاني كده. يعني لو غرقت في محيط. انا لو غرقت في محيط. ولابس كم لايف جاكت. مش هموت. هتغرق ليه وانت لابس لايف جاكت. هي فكرة كلها انك انت هتموت يا من الجوع يا هتموت. يعني لابس لايف جاكت هعيش في المية. يموت من جوع يموت من الساعة. مفيش دليفري يعني في وسط الحاجات صعبة قوي الناس بتبسطها كلكم عاملينها دلوقتي. حاطط الرجل على الرجل. قدروا ان في ناس بأرداف معينة ما بتعرفش تحط رجل على الرجل. فأنا كل مرة بحط رجل على الرجل نسبة ان انا اخلف بتقل 6%. يعني قدرتي على الانجاب بتقل 6% كل مرة بحط رجل على رجل. فراعوا الناس يعني. في عيال بقى بنت لابتوب يقعد يلف رجليه حوالين بعض دي اللي بيعملهم عقدة. عارف اللي هو السكوبي دو بتاع زمان كان بيقعد في المدارس ده. ما انت عشان ما عندكيش يا ابني ما تجيب عربيه بدل بهدلت المواصلات دي. كانت تايهه عني فين دي امك. صح فعلا ما اجيب عربيه. انا عمال افكر ناقصني ايه. انا فلوس في جيبي خلي بالك. انا محتار بس بين عربيه وجيت سكي. كنت عايز اعرف ايه اللي هيسلي كاكتا على 6 اكتوبر. يعني ايه اللي هيمشي كاكتا على 6 اكتوبر يا ولاد الميتكه. لا فعلا انا معايا فلوس العربيه بس انا بحب الكتمه بقى والزحمه والشعلقه وحك الاعضاء الذكريه في جنبي وظهري وبطني والكربون دايكسايد. انا بحسوبك موت عوادم. بعشق الكربون دايكسايد اللي هو طالع من بق المواطن اللي جنبي. ايه اللي هتجيب عربيه يا كانت تايهه عني فين دي يا عم. دي سهله يوم اسكندريه صدر. مش سهل 600 كيلو سواقه والسواقه في اسكندريه بنت ميت. اكنك عارف لعبه رود رش اللي هي بتبقى تركب موتوسيكل واحد بيخبطك بالرجل حاجه غريبه دي. في اسكندريه كلش تحس ناس مسحوره. عارف ماد ماكس وهم سايقين بجنون وناس ما بتعمل كده ايه ده. وهناك كل حاجه نازله خطوه. يعني لو واحد كسر عليك مش هبص لك. لو خبطك هيزمر لك كانه كسر عليك يعني تيت ومشي خلاص. حاجه صعبه الناس بتسهلها برضو توضيب السرير. صعبه قوي بالنسبه لي انا. صعب ان دايما اللحاف ده بيشوف انا عايز اعمل ايه ويعمل عكسه. يعني لو عايز مؤاخذه بالطول يبقى هو بالعرض. لو عايز مؤاخذه بالعرض يبقى هو بالطول. ونقعد بقى نلعب اللعبه دي. وبعدين انا ليه ارتب السرير انزل اخرج ارجع انام على السرير المترتب. هل بتيجي لجنه من وزاره التضامن مثلا تامن على السرير يعني نفسياً ليه بس يعني إيه؟ شكل نفسيا يعني نفسيا لمين مش موجود ترتيب. يعني تحس انت عينيك مرتاحه بس عينيا ترتاح ليه. ما انا عايز ارتاح. انا شخصيا انا بنضفش ما بعملش المناغ غير واشخ على نفسي بصراحه. لا دي بتبقى فرق تربيه يعني إيه؟ فاهم يعني مش هينفع تربيتي وتربيتك تتقارن. انا فاهم ايوه. انت كنت جبت لي كام الاول؟ الخلفه في اولاد ما تخلفوا يعني التلقيح سهل. ما بعد هتربيها حاجه هتصرفوا عليها حاجه. انت شفت طفل بيتغير له قبل كده؟ كابوس ابن مالك. ليه انت عايش بقالك قد ايه عشان تبقى شخيتك ريحتها وحش كده؟ انت انا بتوقع يعني انا اما حضرت العمليه الوسخه دي توقعت ان طفل اصله بيشرب ايه؟ بيشرب لبن. لا شخته ولا اجدع صنايعي. صنايعي في شقه تعبان كمان. عارف شقه تعبان بتاع الرخام ده؟ صنايعي طلع عندي ام وسندوتشات مكرونه. ليه الريحه وصلت؟ لا ده طافس هو طبعا غير له عمتها. بعدين لو عايزه تخلفي قوي كده تبني لك اي عيل من اركانيا. عالم اركان بمولد كده اتبنيه وربيه. او ليه يعرف ده اللي بيه واحنا قاعدين دلوقتي؟ تيجي تعالى. لا خش بصراحه قلت على الشمك. انت تطلع في الحلقه مش تطلع. اطلع بقى. وفي الاخر نصيحه الانتزهان. انا بخلص في الاشي. وفي الاخر نصيحه اليوم هي ليست نصيحه وانما هي كول تو اكشن. في بنت على التيك توك جميله جدا بتعمل كونتنت جيمنج اسمها رنا هشام. هحط الهاندل بتاعها هنا. هحط اسمها هنا. بنت بتعمل كونتنت ليها علاقه بالجيمنج. بتلعب فيفا. جميله جدا وشاطره جدا. عندها مرض نادر. فارجوكم خشوا دعموها واعملها فولو وكده وشجعوها. واي حد هيخش يعمل لها كومنت يضايقها او يجرحها انا هخش شخصيا اشتم امها. زي اسمها ايه دي سماح انوره. ما اقدر ارد شخصيا عليك. انا اخش شخصيا اشتم ام اي حد يكتب بنت دي كومنت وحش. واخته اشتم على ام واخته اللي مش هيبعت لي اسد في اللايف. الهجان جعان عايز اسد. كلنا على من تحت عارف العلاقه زي احمد قال اللي هو القسم اللي كان فيه رجل ابيض متوسط. انا محمد دي ضحكتك قوي. انا ما جبتش صوت جابها زيه ضحك بصوت. الرجل الابيض متوسط طبعا طبعا طبعا. عز ده معروف محمود البزاوي. الحاجات دي ضحكك جدا. نفس صوته والله. انت لسه مكمل ضحك صوت عالي. انا مش عارف فيس ازيك في حياتي. طب ممكن انا اقفل اخت الحلقه؟
انا محمد عبد العاطي وده برنامج مع كامل احترامي بومبا وبا وخلصنا.